السلام عليكم الاخوان. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا الطريقه ديال التغيير ديال الفيل بروكا وكيفاش نركبوا لي سيغمون. معلومات مهمه على لي سيغمون. وغادي نبدلوا واحد لابيال. الموتور كان كيرقرق بزاف. ان شاء الله الفيديو راه غادي يعجبكم. وما تنساوش لايك وسبسكرايب. وتحياتي للاخوان كاملين. تبعوا معنا الفيديو. راه غادي نبقاو ان شاء الله حتى غادي نديروا امارش للطوموبيل وتشوفوا النتيجه النهائيه ان شاء الله. السلام عليكم الاخوان. في هذا الفيديو غادي نشوفوا واحد المشكل وقع في الكونغو دي 65. كيف ما كتشوفوا معنا هنا راه محيدين الموتور والبواط فيتيس. والمشكل اللي لقيناه هو ان الكوكي دار في الفيل بروكا ديال السلندر الدوزيام. واضطرينا نحيدوا الفيل بروكا. كما تشوفوا معايا هنايا البيستون راه طالع وهذا هابط. هذا هو الدوزيام راه هابط. الشورا هابط على الشوميز. وهنايا التروازيام راه طالع عادي. هذا راه كما كتشوفوا راه كاين فرق كبير. كاين الدوزيام هابط وهذاك طالع. وكاين هنايا لي سيغمون راه ضعاف. راه ولا كاين واحد شويه الجو. كاين واحد شويه الكورج. كاين ماشي ما كاينش يعني ماشي بزاف. المهم راه كاين واحد شويه الجو في بين البيستون والسيلندر. هنايا غادي كما تشوفوا راه كاين الجو. كاين كتدلا دفعتك كتسمع واحد الصوت واحد بشويه واحد الطقطقه بشويه. كتحس بالبيستون كيمشي ويرجع. هو راه كيكون في الرونو عادي. واني هذا من الاحسن حنا نحيدو الساكمون واخا ما كياكلش الزيت. هنا كما تشوفوا معنا غادي نحيدو الكارتير ديال الزيت. بعد ما حيدنا الزيت قبل راه حيدنا الزيت قبل باش ما هاد الموتور يكون متكي راه غادي يتفرع عليكم الزيت فشي حاجه. حيدنا قبل الكو ديال البواطه باش كتبقى تبقاو ما يكون حتى شي مشكل باش ما يدفق ما والو. هنايا غادي نحيدو الدوره ديال الكارتير ديال البورونات ديال الكارتير وغادي ان شاء الله نكملوا الفيديو. هاد البولونات الاخوان هاد البولونات من الاحسن اللي حيدهم ما يردمش. راه كيخدموا البولونات ديال 11 عادي. ساروت عادي تخدموا ما بالبيب بلا ما تبقاو ديروا هاد النجمه. هذا راه كيتفاراو بالزربه من الروس. الحديد الزيش عاود 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 فيها هي فيها سير شي جهه اخرى. لا مزيان. دور 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 بدك جوجه اخرى. اخر شويه هذي لا مزيان. كاينه في هذا في هذه ايه. هنايا الاخوان نبداو نديمونطيو في البومبا ويل في البومبا ديال الزيت. عندها جوج بولونات كنحيدو ليها السنسلة. تحيد البومبا صافي. كيما غتشوفو غادي نبداو نحيدو في البيالات. نخرجو البيس لي بيستون صافي. ونحيدو دوك لي بالي ديال الفيل بروكان ديال فيكساسيون. ونجبدو هنا كما كتشوفوا معنا هنا هاد البالية. هادي راه الكوكي ديال ها. كاين اللي باقي مزيان وكاين اللي واحد الدوزيام راكم شتوه. هانتوما غادي تشوفو مزيان ملي غادي نحيدو غنصيبو الكوكي داير. هنا بعد ما خرجنا هاد البيستون ديال البروميير
الفيل بروك انا ماشي من الدوزيام، الاخرين راه مزيانين حيت ما واخد ادي التور وداك الشيء قيمه التور، فاش غتبقى تعاود في الخدمه من الاحسن تجيب واحد ستوندار كيما ديالو. وقال له كل هنا هذا هو الدوزيام، راه ما غاداش تبغي تحيد لينا هاد الباليه ديالو. كما كتشوفوا راه لاصقه، غنديروا لها طورنوفيس بحال مسوديه معاه. المهم غادي تحيدوا، شوفوا معنا كملوا معنا الفيديو. هاي حيدات، واني شوف معايا الكوكي راه داير. شوفوا الفسحه ديال الكوكيات، خاصها تكون وحده كتكون في البياله وحده في الباليه. شوفوا تما كاين كيفاش دايرين. هاد الموتور راه كان فيه واحد الصوت ديال كيرقرق بزاف، في صداع صداع بزاف في لارانتي، راه ما كتسمع الصوت. واني فاش تقيس الاكسيلاتور راه ما تقدرش تبقى واقف حدا الموتور بداك الصوت. هنا كما تشوفوا في البروكر ماشي من الدوزيام، هنا كما كتشوفوا مزيان، وهنا في الدوزيام شوفوا كدير راه طايح بزاف محفور. غنديرو مقارنة مع الفيل بروكان الجديد، هذا ستوندار هاد الفيل بروكان هذا. انتم غادي تشوفوا الفيل بروكان الجديد وتشوفوا مع مقارنة مع الاخر. هنايا هاد الفيل بروكان راه ستوندار، راه باقي مليح، هذا كامل باقي مزيان. هذا رجلنا من لافيراي، وتبعوا معنا الفيديو ان شاء الله. هنايا الاخوان ركبنا، حيدنا الفيل بروكان القديم وركبنا هذا الجديد، حيدنا داك اللي كان مضروب من الدوزيام. كما شفتوا راه كان مضروب والكوكي ديالو كاع مشرط. دابا حطينا الفيل بروكان، كدير به واحد الدورات بحال هكا، كيدي سيره باش ما يكونش يعض ولا شي حاجه في البلوك موتور. كنركبوا لي بالي ديالو ونزيرو، كنجيبو بيه تاني واحد الدوره. هنايا الاخوان بعد ما ركبنا ان شاء الله الفيل بروكان وزيرنا وشفنا لي زاري دويل واش مزيانين ولا لا، كنشوفو هنا لي سيغمون، راه البروميير ديال الزيت والدوزيام ديال الكومبريسيون، والتروازيام هي الفوقانيه راه كتكون ديال العافيه. هنايا بالنسبه لهادو راهم دايرين لكم الاولى والثاني والثالثه كيفاش كيركبوا. هنا هي اللي كتركب الاولى. هنايا راه كما كتشوفوا كنحطوا السيغمون ديال الزيت هي التحتانيه، وعاد الروبير تما كنركبوا الروسور، وكنديروا هنا الروبير، وما كيجيش الفتحه ديال الروسور مقاده مع الفتحه ديال السيغمون. كندوروا وحده العكس مع الاخرى باش ما يتقادوش الفتحات. وغادي نشوفوا لي سيغمون ديال العافيه وديال الكومبريسيون تما لي روبير اللي فيهم. هنا كما كتشوفوا معايا اللي شفتو مزيان، راني كنحاول ندير الزوم، راه كتبان دابا راه بانت. المهم راه فيها اما كتكون مكتوبه نقطه يا اما كتكون مكتوبه طوب. هما غادي تشوفوا معايا في هاد لي سيغمون، غادي نجبد لكم لي روبير. راه كيجي ديما الروبير الفوق، حيت تقلبوا كيولي كتولي تكونسومي من الشوميز، كيولي الشوميز يتكيل. راه كتشوفوا طوب مكتوبه تم، اولا كتكون نقطه ولا شي كتبه، المهم كيكون راه كتشوفوا طوب تما. هاد لي سيغمون كاملين كيكون فيهم الروبير كيجي الفوق. وبالنسبه للتيرساج انا غادي نشرح لكم مزيان فيه. هنايا الاخوان بالنسبه للي سيغمون التركاب ديالهم، كل وحده كتجي تشوف في اتجاه، ما يجيوش يشوفوا الفتحات في اللاكس ديال البيستون، وما تجيش تشوف في الانجيكسيون في الانجيكتور. هنا بالنسبه ديال الزيت راه كات يجي الروسور ديالها يشوف واحد اتجاه، والفتحه ديال السيغمون ديال الزيت تشوف في اتجاه اخر، ما تجيش مقاده معاه. بالنسبه ديال لي طونشيتي ولا ديال الكومبريسيون حتى هي بحال كواك، كتجي تشوف في اتجاه اخر. وديال السيغمون ديال العافيه كتجي تشوف في اتجاه اخر. هنا دايرين 120 120 120، هاد الصوره راها صحيحه 100%. هذه هي التركيبه ديالو باش يجي الكومبريسيون طالع، وباش يجي الزيت ما يتكونسوماش، ما تاكلش لكم الزيت.
هذه هي الطريقه ديال التركيب ديالهم، كل وحده الفتحه كتجي تشوف الجيجيه. هنايا الاخوان بعد ما كتركبوا السيكمو قبل ما تركبوا كتنيطويو البيستون باش ما يكونش في داك الكلامين داك الحراقه يهرس لكم لي سيكمو، وكملي كتركبهم ديرهم في بلايصهم كدورهم بالزيت، دورهم مزيان باش يشدوا بلايصهم، عاد باش كتيرسيهم ديروا كل اتجاه ديال الفتحه في الجهه في البيستون. هادشي اللي كان الاخوان، ولا عندو شي تساؤل مرحبا في لي كومونتير، وتحياتي ليكم. هنايا الاخوان بعد ما مونطينا البلوك موتور جمعنا لي بيستون في البلوك، بدلنا ديك لابيال ديال الدوزيام، كنجيب واحد الدوره بالموتور كنشوف واش كيدور رطاب ولا قاساح ولا كيعض. المهم انا راه مزيان، وانا كدير واحد الطريقه كدير ايدك فوق الشوميز وكدور واش كيسبيري لك يدك ولا لا، كما كتشوفوا راه جار لي يدي. هنا راه مزيان الموتور الحمد لله. هنايا الكيلاص الاخوان ديال هذا راه ديال ديزنيف، راه مونطيته وجمعته، كتبقى البلاكه ما ديالو ديال ديزنيف. هنا ركبنا لادميسيون لي شابمون كوليكتوريت، هنا هادي راه كنسدوها كتمنك كما قلت لكم في اللوغو ديال الفيديو، وكنركبوا البيبا ديالو العاديه ماشي ديال ديزنيف، كنركبوا ديال دي 65، وكنركبوا ليه البومبا فيد ولا كما نقولوا ليه الكون فلور، راه كنركبوا ديال دي 65، كنثقبوا واحد الباستيه منين يولي غريسي صافي. هادشي اللي كان الاخوان. هنايا غادي نشوفوا الكيلاج ديال الموتور، كما كتشوفوا البراكه مرا عندها واحد النقطه في البولي، وكاين واحد الروبير في هذيك القسطيره ديال اللي ورا البولي، تيكون واحد الروبير تما انا داير البلونكو من الاحسن. هنا البومبه تاهي عندها روبير ديالها تما موبيل، وتما فيكس نيت في القسطيره ديال اللي ورا البولي. هذا بالنسبه للبومبه ولا البراكام. وما بالنسبه للفيل بروكا حنا غادي نشوفوا واحد الروبير، هنا راه كتكون واحد الفتحه في الفولا موتور، وكتكون هاد الشريطات اللي في لاكلوش. انا مروبيري الفولا موتور بالبلونكو تماك الروبير ديالي انا. هنايا لما كان لابش عليكم الكيلاج كتجي ولاد البولون هذا ديال 11، كتفك هذاك البولون تخشي واحد السيبوق ولا بولون 13 طويل، كيحبس مع الفيل بروكان، يبقى الموتور لا يدور لا هوك لا هوك، صافي كيتكلى لكم الفيل بروكان، كيجي البيستول الفوق. نكمل الفيديو الاخوان. ضرب ديمار